مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. احتلت خبيرة التجميل الجزائرية ميلينا بيلو المركز الثالث في ترند العالمي للأغنية الهندية. من الحدلي كشف تفاصيل كواليس هذا المقطع مع ميلينا. الجميلات تري بالي في ما شاء الله بزاف بزاف. يلا انتظرونا سون قريبا بومبا زيدي كمليها كمليها سنانة سنة سنانة. شحال درتي مع ولا صح شحال درتي مع يومين 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 وانت دايره في الفيديو وحده؟ لا لا بصح كنا نبداو 7 تاع الليل معناتها 3 تاع الصباح باسكو كنت خدامه لا جورني يومين على تشا 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 سا 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 نا 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 نوكل عليها ربي اللي خرجت بصح شوفي اقسم بالله غير انت اللي درتي المخيره فيهم والله العظيم كنتي مثل القمر يا اختي دارت كوان جديد هذا تاع العرايس هذا الكوان جديد ما تعرفوهش انتم ما درتو جديد واش علاش يقولوا العرايس بلي ديري بزاف الشارجي باسكو في الانستغرام نحط برك غير شارجي بزاف شغل باسكو هي ميك اب ارتست ماشي ماكياج حاجه سامبل بور موا ما عنديش علاش نحطها اوكي كاع على بالكم اللي نعرف ندمج كاع على بالكم اللي الايلينر ديالي ولا غلطه لي فوسيل ولا غلطه الفون دو تابيا الوغ ندير لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام